صباح الخير، انا مروه. لو اول مره تشوفوني اهلا بكم في قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا مع بعض نبدا الفيديو. زي ما انتوا كده دلوقتي شايفين، انا ديت الاوضه بتاعتي بتاعت اوضه الليفينج. انا شلت كل الكوشنات وكل الخدديات والارضيات بتاعت الاوضه، ودلوقتي هبتدي اعمل تنظيف. انا غسلت الكسوه الرئيسيه، ودلوقتي فيه كده شويه بقع مكان الاولاد، فانا عامله البخاخ دوت في ميه وفي داوني. طبعا ريحته حلوه قوي، بنضف بيه كده باي سفنجه موجوده تكون نظيفه او اي قماشه تكون نظيفه. ببتدي امسحها كده بالراحه عشان القماش ما يتبهدلش او يحصل له احتكاك. بمسح كده بالراحه لحد ما البقعه تروح، وفي نفس الوقت بيخلي ريحه القماش بتاع الانتري حلو قوي. وانا دلوقتي هبتدي ان انا ارش على الانتري، وابتدي امشي بالسفنجه على الانتري كله. ساعات بحط كمان معاهم ديتول، وممكن بيكون يعني بخففه بميه، ديتول وميه وداوني. بس انا هنا النهارده عاملاه بالداوني وبالديتول، بعمل له تنظيف. بصوا انا كل ما بمشي على الانتري، طبعا بصوا في كميه فتل كده بتطلع، بيطلع بقى اي تراب بيكون موجود، اي حاجه زي البقع ديت ببتدي كده امشي عليها بالراحه لحد ما بتطلع. طبعا كلنا بنبقى اوضه الليفنج ديت اوضه رئيسيه في البيت، طبعا الاولاد بتبقى طول الوقت قاعده فيها، والاكل بيبقى فيها واللعب فيها، فبتبقى الاوضه هي الرئيسيه في البيت عموما، فهي اكتر اوضه بتحتاج عنايه وبتحتاج تنظيف باستمرار. فانا النهارده قلت بما اني شايله كله هيتغسل، فالمفروض ده من الحاجات الروتينيه اللي انا بعملها باستمرار. فطبعا من وقت للتاني بشيل السجاد بتاعها، يعني ممكن كل اسبوعين، فبالمره بقى بشيل كل حاجه وابتدي امشي كده بالميه والداوني. بتخلي ريحته، ريحه الانتري بتكون حلوه جدا، في نفس الوقت بينضف. طول بقى ما انا ماشيه كده على اي حته موجوده شفتها ببتدي اعملها. دلوقتي هوريكم شكل السفنجه بعد ما انا عملت الانتري. بصوا منظرها عامل ازاي، مختلف تماما عن الاول. طلع كده حاجات كتير، وبقت ريحه الانتري حلوه. لما تيجي تحطي الكسوه بتاعته او الفرش بتاعه بتبقي طول ما انت قاعده ريحته حلوه وجميله. بصوا اختلف كتير قوي. الموضوع ده انا بعمله باستمرار. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.